رئيسة وزراء أعرق ديمقراطية في العالم حلت ضيفة على أقدم رئيس وزراء على وجه الأرض، إنه خليفة سلمان الخليفة رئيس وزراء البحرين الذي لم يغادر منصبه منذ 45 عاما. أكثر من 4 عقود جلس فيها متربعا على كرسي رئاسة الوزراء، عصر خلالها 8 رؤساء وزراء بريطانيين وتاسعهم تيريزا مي التي استقبلها اليوم الثلاثاء وجلست أمامه كأنها قارئة فنجان، إلا أنه لم يبدو مكترثا لها ولسان حاله لا تقلقي فأنت راحلة كما رحل الباقون وأنا باق حتى حين. خليفة الخليفة استمد قوته طوال العقود الماضية من جميع رؤساء وزراء بريطانيا 8، وهو اليوم يستمد العون لنظام حكم عائلته من تيريزا مي، عون لم تبخل به تيريزا التي ادعت بأنها لن تضع حقوق الإنسان خلف ظهرها، وقد صدقت إذ جلست ترتشف القهوة العربية مع جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي جسدها خليفة الخليفة، وأولها انتهاك الحقوق السياسية والقيم الديمقراطية البريطانية التي وضعها خليفة الخليفة تحت قدميه. أنا أي شيء القوانين ما حد يطبقها عليكم، انت علاقتنا وياكم واللي يطبق عليكم ويطبق علينا احنا. واما لسان حال تيريزا فلا ضير في ذلك، فلقد قبضت بريطانيا ثمن سكوتها عن تلك الانتهاكات عبر القاعدة العسكرية وعبر عقود التسلح والتبادل التجاري الذي توقعت تيريزا أن يصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. Gulf security is our security. This week I'm in Bahrain to attend the Gulf Cooperation Council to reaffirm our partnership with GCC countries and to step up our defense and security cooperation. كان هذا هو الدرس الهام الذي أعاد خليفة إلقاءه على مسامع مي، ومفاده خذوا ما تشاءون ولكن دعوا أيدينا تذبح حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية حتى نحول البحرين إلى مقبرة لها تقيم فوقها قواعدكم العسكرية. لكنهما نسيا بأن إرادة الشعب أقوى، وهو الذي فشل الخليفيون وبدعم من أسيادهم البريطانيين في إركاعه طوال العقود الماضية، إذ لا يزال صامدا في الساحات ولن يتركها حتى يلقي بعائلة آل خليفة في مزبلة التاريخ.